استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وتم التطرق خلال اللقاء إلى عمق ومتانة العلاقات بين تونس والمملكة العربية السعودية وتأكيد حرص قيادتي البلدين على مزيد تعزيزها ودعم الشراكة في شتى المجالات. أكدت على حرص القيادة في المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الثنائي بين دولتينا الشقيقتين، وقد أكد فخامته على أهمية الدفع بتلك العراقات وبسبل التعاون المشترك إلى الأمام، وسوف نعمل مع زملائنا في الحكومة التونسية لتحقيق ذلك تلك التطلعات، ونحن كلنا ثقة أن هذه العلاقة الثنائية سوف تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. بالطبع تحدثنا أيضا عن محاور اهتمام العلاقات في المنطقة والأمور الدائرة في المنطقة، ووجدت تطابقا كبيرا بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه هذه المنطقة والعالم العربي، وليس أقلها ما يتعلق بتونس ما يتعلق ليس أقلها بما يتعلق بالوضع في ليبيا، حيث اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي أيضا أمن المنطقة أجمع.